المدام قالت لي قدامنا نص ساعة وجايين، اعملي اي حاجة تتاكل. عملت ايه؟ كان عندي نص كيلو لحمة مفرومة في الفريزر، خدته فعلى طول في الميكرويف فكيته، حطيت عليه بصلاية، وكان عندي كسكسي خدت معلقتين بليتهم كده بشوية مية على طول، وبصلاية ومعلقة بتاعت شوي، كفتة الشوي، توابل الشوي، وش معلقة زعتر صغيرة، ونص معلقة ملح صغيرة، وشوية مهم، وعجنت ورشة من السكر، وعجنت الكفتة بتاعتي وسبعتها وشويتها على طول في الفرن. كان عندي كمان اتنين بنجرتين كده سلقتهم، وحطيت عليهم معلقة زبادي وعصرة ليمون وسنة ملح وسنة عسل وشوية ليمون وجرجير، وكمان كان عندي بتنجنتين حتى طوال مسكتهم قشرتهم وقطعتهم مكعبات، شويتهم في حالة التهوية مع بطستين مشويين كده مكعبات، وبعد كده حطيت عليهم رشة ملح ورشة فلفل وشوية ليمون وفص ثوم. وقولولي ايه رأيكم في الأكل ده السهل السريع؟